بما اننا بنكلمكم عن الحكايات، معانا الدكتور محمد السعدي معلق قنوات الكأس واحد المهتمين بالشأن الرياضي، وهو موسوعة رياضية بنتشرف بوجودها على قناة النادي الأهلي عشان يكلمنا عن مباراة الأهلي ومونتري وما دار حولها. دكتور محمد، ازاي حضرتك؟ مساكم الله وصبحكم الله بالخير اول شيء، وأصبح عليك اخوي محمد واخوي احمد، وابارك طبعا اولا للجمهور وعشاق واداره النادي الاهلي وصول الفريق الى الدور نصف النهائي رغم الظروف رغم المعطيات وبمن حضر، وايضا ابارك لجمهور الكره المصريه الاداء المشرف المنتخب المصري لكاس افريقيا. مش هقول هارد لك، اقول ان شاء الله انها تكون نقله نوعيه ونشوف ان شاء الله المنتخب المصري في الدوحه نهايه العام الحالي في مونديال قطر 2022، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي ايضا في المباراه النهائيه لكاس العالم للانديه في ابو ظبي. لفته رائعه من حضرتك، واكيد احنا متشوقين نشوف منتخبنا في قطر ومنتظرين تنظيم عظيم يليق بالحدث، وشفنا بوادره في كاس العرب وواثقين ان هي هتكون نسخه للتاريخ من المونديال. ولكن حابب بقى اروح لمباراه الاهلي ومونتري، شفت المباراه نفسها ازاي وكان توقعاتك ايه قبل المباراه؟ ولما شفت المباراه كده وخلصت بفوز النادي الاهلي، كنت بتقيم الموقف بشكل عام ازاي؟ والله يمكن انا من حسن حظي مع علاقتي مع الاهلي في قطر، يعني علاقه جيده جدا. انا كنت حاضر مباراه بالميراز في النسخه الماضيه، وكنت حاضر السوبرين، مش السوبر الاخير، السوبر الاخير واللي قبله واللي فاز فيهم النادي الاهلي في الملعب. فكنت يعني عندي دائما تصور من صغر سني يعني عن النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي مهما كانت الظروف اللي بمر فيها النادي الاهلي في اصعب الظروف يعني في بعض الاحيان. لكن للامانه والكل كان يعني عارف، وحتى في الشارع المكسيكي من خلال متابعتي للاعلام الكل ما كان عنده ذاك التفاؤل الكبير بحكم عدد الغيابات، كان هذه المره كبير جدا ومضاعف جدا وصعب على اي فريق كره قدم يدخل بطوله بقيمه كاس العالم الانديه ب 15 لاعب غياب. احيانا ممكن يغيب عنك ثلاثة أربعة لاعبين وتحس بالحرج، فما بالك ب 14 15 لاعب. فما كان فعليا في تفاؤل. فلما يعني كان عندي، انا كنت في الشغل ولما فتحت على الشوط الثاني لقيت الاهلي متقدم 1-0، كنت سعيد جدا فقط لمجرد ان الاهلي صمد لهذا الوقت يعني. فما بالك في نهايه المطاف الاهلي ينجح ويخرج بالمباراه كسبان، هذا بحد ذاته يعني مش رساله، رسائل مجموعه كبيره من الرسائل بالعديد من الاطراف في كره القدم لما قدم النادي الاهلي، وهذا حتى انعكس في الحديث في نفس اليوم واليوم الثاني في الصحافه المكسيكيه اللي يعني تجاوبت مع الامر بعده اطراف بالحزن الشديد اداء فريقها ومدربها فير أكيري، وايضا بالاحترام الشديد والنظر باحترام لقيمه وما قدمه النادي الاهلي واللي وصف في بعض الصحف بالكبرياء يعني مثل ما قال. والله اولا احنا بنشكر حضرتك يعني على ان زي عندنا في مصر كده بنقول وشك حلو على النادي الاهلي، وبندعوك يعني وبنقول لك يا ريت تكون متواجد في مباراه الاهلي وبالميراس. بما انك بتتواجد والنادي الاهلي بيحقق الفوز، فنتمنى يكون دايما فال حسن على النادي الاهلي وتتواجد في مباراه الاهلي وبالميراس. ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني حضرتك كلمت عن فكره تناول الاعلام المكسيكي للمواجهه بين الاهلي ومونتري. حضرتك ممكن تطلعنا على ما اهم الاخبار او اهم العناوين اللي تم تناولها في الاعلام المكسيكي؟ طبعا صحيفه اونسي دياريو المكسيكيه، اونسي يعني تعني 11 رقم 11 يعني 11 اليوميه، هم عندهم كلمه مكسيكيه اسمها ماليزيمو يعني رديء او سيء يعني. فهي عشان يعني تثبت ان الاهلي عمل يعني هو اللي قام بهذا الفعل ضد الفريق المكسيكي كتبت ماليزيمو يعني ادخلت اسم النادي الاهلي في وصف العنوان يعني في كنايه عن قدرة النادي الاهلي في جعل فريقهم كان يظهر بهذا المظهر السيء. في صحيفة اسمها سنت المكسيكية كتبت انتال حلم، وكتبت بالعنوان واضح، وضعت لاعبي صور لاعبيها في الصحراء، كتبت ضاع الريادوس وهو لقب فريق نادي مونتيري في صحراء الربع الخالي حيث كان فراعنة الاهلي يحكمون الرمال كالمعتاد. هذه فيها شهادة ان الاهلي دائما هو اللي متسيد في مثل هذا النوع من المواجهات. ايضا طبعا في العديد من الصحفيين عبروا عن استيائهم لاداء الفريق. صحفي اسمه خايمي
تكلم وقال بأن الأهلي بأكثر من 13 لاعبا غائبا يذهب إلى السيمي فاينل، إنه تاريخي. هو تحدث أنه قال إن هذا تاريخي. في الجارة سبورت تحدثت وقالت بأن الريادوس في مونديال الأندية فقط 1-0 أمام الأهلي الذي غاب عنه 13 لاعب لم يكملوا حتى مقاعد البدلاء. قال لاعب النادي الأهلي، فريق النادي الأهلي ما كمل حتى الاحتياطيين وفاز بالمباراة. ميديو تيمبو لخصت الموضوع وكتبت كلمة يعني كعنوان في أثناء الشوط الأول حتى، مش بأثناء المباراة، وكتبت تخيل لو كانوا كاملين، يعني تخيل لو الأهلي يلعب معانا وهو كامل. يعني طبعا أغلب الصحف تحدثت عن فشل ذريع، وفي صحفي مكسيكي ظهر اليوم كان في بن أبو ظبي حتى يعني كان بيتكلم ومعاه موسيقى حزينة وأخذ حفنة من التراب وفتتها كذا بيده وقال بأن أحلام جمهور مونتيري يعني أخذ قروض طبعا في أمريكا اللاتينية. يجب أن تعرف أن المشجعين بيأخذوا قروض على أساس يحضروا هذه البطولة، يعني قرض على أساس يحضروا كأس العالم الأندية. تتخيل أنك تاخذ قرض تحضر كأس العالم الأندية تخرج من أول ماتش، يعني حتى فلوس القرض ما لسه ما تحللت يعني. فكان يعني في حزن شديد جدا وكان في يعني حديث كبير جدا. طبعا المباراة هذا في المدرجات حضرها مدرب بالميراس، لاعبين بالميراس حضروها في الفندق، لكن المدرب كان موجود في مدرجات ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وتابع المباراة من الحدث. وهذا ممكن نتكلم عليه في فترة قادمة، خاصة أن قائد الفريق دودو تكلم أمس بالمؤتمر أو تكلم اليوم بالمؤتمر الصحفي الصباحي، وتكلم عن النادي الأهلي، وتكلم حتى عن المقارنة بين البطولة الماضية اللي خسر فيها من النادي الأهلي والبطولة الحالية. دكتور محمد سعدي بنشكرك جدا، وبنشكر يعني حماسك وتواجدك دائما وابدا في مباريات النادي الاهلي الحاسمه، وبندعوك ان انت تتواجد ان شاء الله في مباراه الاهلي وبالميراس، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. بنشكرك جدا. وعلى فكره الصحفي اللي كان مع الصوره الحزينه والرمل هو الصحفي اللي كان معانا قبل المباراه بيوم وقال ان مونتيري هيفوز 1-0 او 2-0 برغم ان هو قال النادي الاهلي قوي، فكنا شايفين حاله الحزن اللي هو عليها يعني في قنوات ابو ظبي. ولكن هي رساله ممكن اوجهها لهكتور ميرينو، كان بيتحدث قبل مواجهه النادي الاهلي وبيقول انا لا اعرف النادي الاهلي، اعتقد دلوقتي عمرك ما هتنسى اسم النادي الاهلي.